سلام ليديز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا اليوم جيت لكم فيديو جديده اللي غنشارك معكم لا روتين ديالي ديال لو سوار. اي افون ما نبداو هاد لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه تحت وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. دونك نبداو نهضروا على لا روتين دو سوار. لا روتين دو سوار ديالي ديجا كنت فايت درت لكم اون فيديو على لا روتين دو سوار، كنت شاركتها معكم وقلت لكم لي برودوي اللي كنستعمل اي سكو جو في. اليوم جيت لكم هاد لا فيديو باش نهضر لكم على ان اوتر برودوي كو جي انتيغري ا ما روتين دو سوار. هاد لو برودوي الي ناتوريل اي تري افيكاس. خليكم معايا. دونك اول حاجه غادي نجمع شعري. فوالا. دونك انا غسلت وجهي بال هذا بلاموس لافونت اللي باقا كنستعملها ديال افين. دونك غسلت وجهي مزيان فوالا، و غنبدا اول مرحله وهي جمع شعري، انه غير ضيفت ليا على وجهي من ناحيه زعما. voilà ça c'est fait. alors باش غنبدا، كنا انا وجهي غسلتو ديجا بلا موس لافونت ديال افين اللي باقا كنستعملها، اللي ديجا شاركتها معكم في دي فيديو. دابا نخليهم لكم باش تعاودوا تشوفوهم اللي اول مره غتشوف هاد لا فيديو على القناه ديالي. ما تنسيش تشترك على القناه معايا في القناه. الوغ باش غنبداو، بلو تونيك. فايت انا شاركت معكم لو تونيك ديال بيكسي ديال لا كولاجين اللي كنستعملو في النهار، وفي الليل كنستعمل هذا ديال لا فيتامين سي. فوالا، هذا ديال لا فيتامين سي زوين بزاف، كيصفي الوجه، كيحيد التصبغات، زوين بزاف. وانا بوندون لا غروسيس ديالي كانوا جاوني دي بيتي طاش في وجهي، اللي الحمد لله حيدو وجهي ولا صافي. وليت كنستعملو نستعمل هاد لا غام ديال بيكسي اللي زوينه بزاف، و كنستعمل اوسي دي ماسك ناتوريل اللي غنشاركهم معكم في دي فيديو جدادين. غنحط لكم لي ماسك اللي كنستعمل، حيت انا كنبغي نشارك معكم غير لي ماسك اللي كنستعمل واللي كنلقاهم فريمون افيكاس وكيجيبو نتيجه، هما اللي نشاركهم معكم. سينو جو با نبارطاجي شي حاجه اللي ما كنتش ديجا استعملتها. دونك سالينا من طوني، كنخليوه شويه غير ينشف في الوجه ديالنا، و غنستعمل لو سيروم هاد لو سيروم غلو اللي تهوى من لاغام ديال بيكسي. دونك هاد السيروم هذا زوين بزاف، سيروم اللي تعاون على تقشير البشره وما كنغسلوهش، يعني كيقشر البشره كيحيد دوك لي سيلول مورت، وتساعد أوسي لتفتيح البشرة. دونك هو تنحطو هنا بهاد الطريقة دائرية كوم سا، هو كتسمي تعطيك واحد لابغيونس. راه تنيت سميتو غلو تونيك سيروم، تعطي لهذا واحد لابغيونس للوجه. ودغيا كيتابسوربا. فوالا انا ساليت. دونك اليوم غنزيد لو برودوي جديد اللي غندير فوجي، اللي هو اللي كندير فوجي ديجا
واللي غنشاركو معكم اليوم اللي هو الزيت ديال العظم شي سميوه ديال الهندية ولا التين الشوكي بالعربية الفصحى. سيت اون هويل اللي فريمون تري افيكاس، ال ريدوي لي ريد يعني التجاعيد، كتنقص من تجاعيد الوجه، كتغافيرمي لا بو يعني لا بو ديالكم ما كتبقي منع ترهل البشرة، واحد النضارة للوجه. دونك انا كنستعملها غير بالليل، وهذه خديتها من المغرب ملي مشيت اخر مرة استعملتها و فريمون افيكاس. انا كنت خديتها شحال هذه من امازون، مي ici مش تشريهم هنا، سي تري تري شير. دونك انا ملي مشيت للمغرب خديتهم، خديت هذا الزيت سي موان شير او كومبارون لي بري مع لي بري دينا نو سي ترو ترو شير اي تري افيكاس. يعني لو ميم انا شفت كاع لي استعملتهم ديجا، استعملت الاولى اللي كنت شريت هنا، وهذه اللي خديت من المغرب فريمون نفس النتيجه اللي كنت ديجا شتها. دونك بلا ما نطول عليكم، مورا لو سيروم غندير هاد الزيت لوجهي. شوفوني كي غندير ليها، ما تخافوش، غير دهنو بحال هكذا، ما نخليوش وجهنا تبدا يتقطر. انتما شوفوا وهادشي البنات، راه ماشي تقولوا نديروه مره واحده وتقولوا لا راه ما مبانليش الفرق، راه هاد لي ماسك اللي كنديرو طبيعيا ولا هاد لي برودوي اللي كنزيدوهم اللي كنستعملوهم، راه خص المداومه. الواحد الا ما داومش الحاجه راه ما غاديش يبين لكم النتيجه في ان سول جوغ ولا في دو جوغ ولا تخوا جوغ، راه كتبان على اون سيمين. كما قلت لكم البنات، دهنا الزيت ديال العظم ديال التين الشوكي ولا ديال الهنديه، وغنجي غنمصي بهذا هذا الارتيكل هذا، هي اتيت ان غولو دو ماساج بهاد لا بيير دو جاد لي تري افيكاس لو ماساج. دونك كيفاش كنستعملوها هادي كنجيو كوم داو نطلعو بحال هكذا، ماشي ها هو ها نو، هاي كنطلعو كوم سا، كتساعدنا هادي باش بحال كنديرو الرياضة لوجهنا. دونك اللي كيديرها بحال هكذا بيدي بتعانو هاد الطريقة هادي، واللي بغا يديرها بهاد لو غولو دو ماساج فاسيال. لا وهاد الصغيرة تحت العين وهنا، بلا ما نوريكم نشوفو الفرق بين هاد الجهة و هاد الجهة. يلا بدينا، نقولكم راه تخيز افيكاس هاد لو ماساج فاسيال، و بيان سور مي كنديرو لي برودوي لي افيكاس. فوالا البنات بهاد الطريقة، حيت بزاف ديال لي فيديو شفتهم بنادم جالس كيبقى يديرها ويقول لكم ها بحال هكدا نو، ما نهبطوش، الا نهبطو راه سا فيغيان دير، يعني بحال لي كنهبطو وجهنا، حنا شنو تنقلبو باش وجهنا يبقى مشدود، يعني مشدود يعني طالع للفوق ماشي هابط من التحت. دونك الماساج بهاد الطريقة هادي، فوالا ديرو تاني بحال دو بوتي، عاد كتحسو بلي موسكل ديال وجهكم تيترخاو،
Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ok, j'ai obtenu. Ou le front d'Yéli. Tu vois, comment c'est? Pas tarikati. Tu m'as bien. شفتو الكراتين الطبيعي اش داير شعري غير غير زالق سلينا اورانجي هناخد شويه ديال الزيت ديال العظام ديال التين الشوكي وغادي نجي نمصي العنق ديالي بهذه الطريقه هذه مابقاوش نديوها غير في وجه هنا في وجه هنا ونساو العنق العنق حتى هو ضروري حتى هو راه تيجيوه لي غيت حتى هو لابو ديالو كترهل ونمصو بهذه الطريقه هذه Voilà. Après ça, la crème du soir. Anna, je suis fidèle à la marque Diel Vichy. Donc, je ne vais pour le moment. انتما نديرها غير بهذا الشكل ماشي ضروري نكثروا باش نقولوا راه غاتجينا باش النتيجه تكون افيكاس وزوينه نو غير شويه ونمصيو الوجه ساعدو باش لا كريم تانتيغرا la peau d'Yéna Et voilà, après l'ina melouche, rendozo, le chfar ou le hjben. Ou renstemlo, zit, et dial charwa. Zit, le katkoun safia, mais zit le charwa, le kendro charna. Zit le charwa, le chassisan, dial chfar ou dial le hjben. Donc, je vais vous montrer le zit le charwa. On a un dado qui est نقول لهم بغينا ديال الشفار وديال الحجبان ماشي ديال الشعر حيت ديال الشفار وديال الحجبان كتكون صافيه بحال هكذا ما كتكونش متخته دونك غناخد بروسه بحال هادي فوالا وغنديرها في الزيت ديال الخروه ديالي وغنبدا بحال غندير الماسكارا Voilà, j'ai obtenu l'aile l'autre. On dit la même chose, je vais aller dire le mascara. Voilà, et d'abord, on va aller le hijben. Oh, là, je vais vraiment te faire un petit troll. داخل ونمشطوهم هكا
Comme ça. Et voilà. Donc, quelle pnette pralière? Bombe de lèvres. Ou remchindili, c'est une tisane. ونرتاح شوية دونك تنقول لكم شكرا على المتابعة ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بوسة كبيرة على بروشين باي